مرحبا بكم الناس الكل في قناتنا الرياضية التونسية للترجي الرياضي التونسي. تعزيزات هامة في الميركاتو الشتوي، لكن مع حقيقة مغادرة الخنيسي وهيثم أجويني. بعد تعاقد الترجي التونسي مع المدافع الدولي للمنتخب الأولمبي الجزائري ونصر حسين داي، محمد أمين توغاي تسعى هيئة الترجي إلى الفوز بصانع الألعاب الشاب الجزائري إسحاق بوسوف، إلى جانب إمكانية الفوز بمهاجم من أجل تطعيم الفريق وتدارك عديد النقائص لمواصلة المشوار القاري بالنجاح والفوز بالشامبيونز ليغا الثالثة على التوالي. كما نفت مصادر رسمية إمكانية مغادرة طه ياسين الخنيسي للفريق، لكن في المقابل فإنه احتمال خروج هيثم الجويني وخوض تجربة احترافية واردة جداً.